جمال. جمال ايه؟ دول اصحابي. ما تخافيش. ايه بقى يا سعادة البيه؟ اللي بدلتوها؟ اهي فين؟ في الجمال. ما تستعبطش يالا، طلعهم. طب ازاي؟ مش انت اللي بدلتهم؟ ايوه بيه، بس اتلخبطوا على بعض. بدلتهم ليه؟ واشمعنى التلات جمال دول بالذات؟ اقول لك يا بيه وما تقولش لحد. قول يا جلجل ما تخافش. اصل الجمال بتوعنا كان عندهم اسهال، فبدلتهم بجمال عندها امساك عشان توزن. وانت اسمك ايه؟ صباح. قومي امشي روح. ده انا لسه انت حضنت ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم سلامة. أنا عايز حق يا زاكي. حقك في إيه بالصلاة على النبي؟ أنت خدت تلات جمال سوداني وسبت لي بدالهم تلاتة صومالي. الجمال بتاعتك عندي وتحت إيدي. إنما بقى الجمال اللي أنت خدتها كانت بلعة، واللي بلعاه تمنه غالي أوي يا زاكي. ياخد حقي يرجع لأبو شنب تاني. طلباتك. كل راس 1000 جنيه. وماله؟ حلال عليك ايدك. ما انت عارف ايدي ما بتحكمش على حاجة. امال مين اللي بيتحكم؟ الراس الكبيرة. هاسأل وارد عليك. راس كبيرة راس صغيرة؟ انا معرفش غير راسك انت. ما هو تديني حقي. يا طهالك يا زكي. الاستاذه فين يا بنت؟ انا جاي جوه. اتفضل. مين يا رجاليه؟ جلجل جلاجل جلاجيلو فرع الشقاوه. جلجل جلاجل جلاجيلو. ازيك يا جلال؟ تعيش يا استاذه. وعهد الله لولا انك بتقولي لي يا جلال من وقت للتاني لكنت نسيت اسم الحقاني. انت اللي عاجبك جلجل جلاجل جلاجيلو. فرع الشقاوة. ما تنسيش اليافطة يا استاذة. ما تزعلش يا فرع الشقاوة. ايه اللي معاك ده؟ عايزينك تظبطي الحسبة دي للمعلمة. ماما وريني. هو حضرتك خارجة يا استاذة؟ وراح على فين؟ الشغل. ياه، راح المحكمة دلوقتي؟ طب انا حاجة اوصل حضرتك لغاية ما تركبي. لا 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 مفيش داعي، اصل انا مستعجلة قوي، هاخد تاكسي. يلا بينا. والحسبة؟ الحسبة فيها غلط، هقول لأم نعيمة عليها. على بال ما تقوليها اكون جبت انا تاكسي عن بيرو. طيب. طب يومي عايزينك في توصيل اصلا باشا. مش فاضي. مش فاضي ايه؟ دي الاستاذه مستعجله. قلت لك مش فاضي. خد
الاستاذه نعيمه؟ احنا عندنا استاذه غيرها. طب ما تقول كده يا مصطفى، ما احنا بنقول دي العربيه وصاحب العربيه تحت امر الاستاذه. هي فين؟ بتتكلم مع المعلم؟ ماما هنا 27 ودي 33، ها؟ يبقوا 60 مش 90، في غلطة هنا ب 30 جنيه. مش قلت لك يا واد يا زينهم إن فيهم غلط يا واد؟ أنا بعرف أكتب يا معلمة، أنا بقرا وهو اللي بيكتب. طب خد خد اديهم للمعلم خليه يصلحهم، وبعدين تبقوا تاخدوا فلوسكم. يا لمشنجر يا أستاذة، التاكس وصل يا أستاذة. حالا، عايزك حاجة تانية؟ عايزك تشوف حاجة تانية؟ مع السلامة يا دولة. اصبر اصبر، اطلب ايه؟ شاي. وعليه واستنادا لما تقدم، فإن الدفاع يطلب تأجيل القضية للاطلاع على المستندات الجديدة ولتقديم المذكرة المطلوبة. تؤجل لجلسة 17/11. نعيمة، ازيك يا سميرة؟ انت هنا بتعملي ايه؟ لا حد يكون فرحه بكره ويجي النهارده الشغل. جاي يعزم المستشار زهني، اصل وصل من السفر امبارح بس. تلاقيكي هتعزمي الدنيا كلها. المهم انت لازم تيجي قبل الهيصه يا نعيمه. ايه هو ده؟ اذا كنت انا اللي هعمل لك الهيصه. هو انا عندي عزم منك يا سميره؟ ربنا يخليكي ليا يا نعيمه، عقبالك. يلا بقى تشطري ودوري لك على عريس. منين؟ اجيبه منين؟ انت ما تعرفيش ان اكبر نسبه عوانس في العالم من المحاميات؟ صحيح، ليه كده؟ اقول لك ولا تزعليش؟ قولي. معظم شباب ما بيرضوش يتجوزوا المحاميات علشان لسانهم طويل. جلجل جلاجل جلاجيله فرع الشقاوة. المعلم مش هنا لسه ما جاي. اصل انا جوع راسني قلت اجي اتعشى معاكم مرة تانية. ايه يكون المعلم هنا؟ الله جرايه سعدية، انت داخلة فيها شمال كده ليه؟ معلش لولا البخت كان زمانك مرات انا. لكن ما حصلش. ابوك اللي مرضيش، انا طلبتك منه لكن قال لي انه مش هجوزك لجزار، لكن بعد كده رجع في كلامه وهو جوزك للمعلم جزار ابن جزار وامه جزاره كمان. انا اللي ما رضيتش اتجوزك. ليه يا سعديه؟ عشان رجلي؟ ليه؟ لا ابدا يا جلجل، مش عشان كده. امال عشان ايه؟ بصراحه يا جلجل انت مفيش بنت في الحته ترضى تتجوزك. ليه؟ عشان بتحب نعيمه بنت ام نعيمه. الناس كلها عارفه كده، كل الحته بتقول انك مجنون. نعيمه؟ نعيمه؟ نعيمه فين وانا فين يا سعديه؟ نعيمه دخلت مدارس وتعلمت بقت ست هانم ومحاميه قد الدنيا. ما تقول لنفسك يا جلجل، ما تفوق لروحك ياض. نعيمه بقت حاجه تانية، مش هي نعيمه صاحبتنا اللي كانت بتلعب معانا واحنا عيال صغيرين؟ مساء الخير يا وزي. يسعد مساك يا معلم. انت بتعمل ايه هنا؟ ده انا مسكت فيه اتعشى معانا يا معلم. وتمسكي فيه ليه؟ ما تقوليش تمسكي فيه ولا في حد غيره، فاهمه؟ خلاص ما تزعلش نفسك يا معلم، ما تزعلش نفسك. انزل اتعشى وراك. يكون احسن. ما تبقاش تيجي هنا البيت بدون علمي. حرام عليك يا معلم. حرمت عليه عيشته، وانت سامحني تدخلي راجل البيت بدون علمي. هو ده راجل. اهلا نعيمه. الف مبروك يا فاطمه. الله يبارك فيك يا عقبالك. متشكره قوي.
اتفضلي سميرة. ألف مبروك يا عروسة. كده يا نعيمة، مش قلت لك تيجي بدري؟ ما احنا لسه بدري اهو. ألف مبروك يا سميرة. عقبالك يا نعيمة. تعالي معرفك على العريس. يلا. غريبة، هو أبو شنب بيجي هنا كمان؟ إيه أبو شنب ده؟ يا ترى جاي يقبض على مين المرة دي؟ آه، أنت تعرفين؟ اللي أعرفه. ما شاء الله، كل يوم أنا وهم عاملين زي نائل ونقير. وتعرفي إيه عنه كمان؟ ثبت النقطة بتاعت الحتة بتاعتنا. قليت ومناخيره في السماء. فاكر إن مفيش حد لبس البدلة إلا هو. شايفة بيبص لنا إزاي؟ يا ساتر على تقل دمك. للدرجة دي؟ سميرة أرجوك اتطرقيه، أنا ما أقدرش أقعد أنا وهو في مكان واحد. يا ساتر يا رب. أصلك أنت ما تعرفوش كويس. بتضحكي ليه؟ سميرة أوعي يكون هو العريس. أقدم لك أحمد. نعيمة أعز صديقة ليا. أنا آسفة أوي يا عريس. الحقيقة أنا ما كنتش أعرف. لا الله، هو مش هو أحمد أخويا الدكتور حسني شاهين العريس. أهلا. على فكرة يا أحمد، الظاهر نعيمة تعرفك كويس قوي، دي لها رأي مثير فيك. سميرة تسمحي لي بأول رقصة في حياتنا زوجية. من حقك. تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا. حضرتك شرفتينا. متشكرة. الظاهر انك بتحبي المزيكا. بتحبي نرقص؟ انا؟ اي معاك؟ وليه لا؟ هو حضرتك بتعرف ترقص؟ والله لو حضرتك بتعرفي ترقصي يبقى انا بعرف ارقص. ايوه بس متهيألي أنا زي حضرتك يعني. متشكرة قوي وتصبح على خير. هشوفك امتى؟ ليه تاني؟ عشان اعرف رأيك المثير فيا. ما قلت لك حاول تنسى. مش ممكن، دي سمعتي ولازم اعرف. على العموم الشعور بينا متبادل، افهم بقى. انتي محامية شاطرة، لكن انا كمان مباحث، ولما عاوز اعرف حاجة هعرفها. تبقى شاطر.
خطوة عزيزة وغالية يا معلم سلامة. تعيش. اتفضل. الأمانة إيه؟ زي ما اتفقنا يا زكي. كلام الرجالة ما يتردش يا معلم. سلام عليك. وعليك. مش كتير الفلوس اللي خدها دي؟ حار ونار في جتته. واديته ليه؟ عشان كشف الفولة يا ابو مخ ظلم. وايه يعني؟ كان هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ كان يقدر يودينا كلنا في داهية. انا اشتريت سكوته بالقرشين دول. طب ما انا طول عمري ساكت يا معلم. انت لسانك مقطوع وودانك مسدودة وعينيك مغمضة. انت نسيت رجلي يا معلم. استاذه نعيمه مساء الخير يا استاذ. يسعد مساك. وحياتي عندك، عايزك تيجي معايا بكره الصبح لحد ابو شنب. ابو شنب ليه خير؟ مسكوا الواد حنفي امبارح بالليل بالديحه، كان ده بيعها بره السلخانه. بس ده خطا يا حاج سلامه، القانون بيقول كده. البركه فيكي برضه يا استاذه. لا انا اسفه قوي، ما اقدرش اتدخل في قضيه خسرانه. ما انا عايز اقول بس يا استاذ. تصبح على خير. يا حاج سلامه. اهلا يا حاج سلامه. اتفضل. امال فين الاستاذه؟ استاذه؟ ما هي الظاهر ما بتترفعش في القضيه الخسرانه ولا ايه؟ يا بيه اللي تشوفه ماشي. يعني انت معترف انك بتذبح برا السلخانه؟ انا؟ استغفر الله العظيم. انا ابطل عين صبيانك بس. وانا ذنبي ايه يا بيه؟ واد وز الشيطان يكسب له قرشين حرام، انا اعمل ايه؟ تساعدنا يا معلم سلام. وانا في ايه يا بيه؟ انت عارف كل اللي بيحصل في السلخانه زي ما انا عارف بالظبط. ليه مش عايز تتكلم؟ خايف؟ انا؟ لا ابدا، لا خايف ولا حاجه. انا عارف ان في حاجات غلط كتيره بتحصل بس انا محتاج الادله اقدمها للمحكمه، والادله دي عندك انت يا حاج سلامه ولازم تساعدني. ايه بيه سيبني في حالي. صباح الخير يا استاذ. اهلا. صباح الخير يا حضرتك. اهلا يا استاذه. اهلا بيك، ازاي عرفت ان انا هنا؟ اتفضل. شغلتي بقى مباحث. اهلا وسهلا. اما انا بقى جايلك في حته الدين قضيه انما في منتهى الخطوره. عارفاها. عرفتيها ازاي؟ شغلتي بقى محاميه. لازم حد مات في ايدك وانت بتضربه. هتطبق عليك الماده 238 من قانون العقوبات. يا ساتر. 238 اهي. من تسبب خطا في موت شخص اخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات ولا تقل عن سنة. لازم حصل له عاهة مستديمة. هتطبق عليك المادة 240 240 200 الحبس مدة لا تزيد عن 2 سنين. اتعور بس يبقى المادة 244 244 الحبس سنة. كمان برضه بتضحك؟ أنا حذرتك كتير من استعمال العنف وما سمعتش كلامي. شوف لك بقى محامي غيري. خلاص شفت. مين؟ برضه أنت. بس أنا ما أحبش أترفع في القضايا الخسرانة. لا بس القضية بتاعتي مضمونة 100%. هي فعلا محتاجة شوية تخطيط وتكتكة. التخطيط والتكتكة شغلتك أنت، مباحث. ايوه بس انا برضه محتاج لمحامي عادل معايا. ارجوك تساعدني. هي مساعدة كام؟ يا خبر ده انا اتاخرت قوي. الحقيقه انا عندي جلسه مهمه جدا ولازم احضرها. استناك. يمكن اتاخر كتير؟ ساعه او 2 او 4. استناك. ده حتى يمكن كمان يمدوها ويخلوها جلسه مسائيه. بايت هنا للصبح. أنا أصل القضية بتاعتي تتعلق بمستقبلي وأنت الوحيدة اللي تقدري تساعديني فيها. يا للدرجة دي؟ أنا أصلي عندي ثقة فيكي. طيب حاضر، يا ريت تستناني هنا لحد ما أرجع. على إذنك.
على فكرة كل اللي بعمله ده علشان خاطر سميرة. عشان خاطر سميرة؟ أيوه. بقول إيه؟ الكتاب ده لطيف جدا، هينفعك خالص، يا ريت تقعد تتسلى فيه هنا لحد ما أرجع. أنا مش هتنيق من هنا. متشكرة أوي. صلاح اذا سمحت قضيه التوكيلات دلوقتي، فاحضرها عني واطلب لي التأجيل. تأجليها ليه؟ ما انت موجوده اهو. في حاجه نعيم؟ لا 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 ابدا مفيش. هو مشوار طارئ. برضه اللي كنت بتعمليه في الكليه في محاضراتي بتعمليه دلوقتي في المحكمه. لا ابدا والله يا استاذ صلاح، وهو يعني ما كنتش اطلب كده من استاذي، هطلب من مين؟ ايوه يا اختي قوليلي قوليلي. متشكره قوي، سلام. لا مؤاخذة بس الأعداد مش شغال، هاخد منك الأجرة بالتقريب. حضرتك بتشغل عربيتك الملاكي تاكسي وده مخالف للقانون. ما أنا ما وقفتش إلا لما بصيت حواليا وما لقيتش عسكري واقف. أنت شاطر قوي. مباحث. على فكرة أنا بشكرك جدا على رأيك المثير فيا. هو أنت؟ سميرة قالت لي على كل كلمة قلتيها. يعني ما أنت زعلان؟ وحزعل ليه؟ علشان قلت عليك أبو شنب، وإن دمك تقيل، وإنك أغلى شاب قابلته في حياتي. بقى ده رأيك فيا؟ الله، هي سميرة ما قالتلكش؟ لا، أنت اللي قلتي. حبيت أوقعك. ما باحث بقى. اتفضل اتكلم، قول كل حاجة، ما تحاولش تخبي أي معلومات. إيه هي القضية؟ أنت. أنا؟ أيوة. عايز ترفع عليا قضية قصف علني مش كده؟ لا، عايز أعقد معاهدة صلح بينا. والله إذا احترمت القانون مش هيبقى في أي خلاف بينا. إحنا عايشين في السلخانة نعيمة. أجدع ناس. دول قاسيين قوي. مظهرهم بس. الدم مغرق هدومهم. لكن قلوبهم بيضة. ما بيكلموش بعض إلا بالسطور والسكينة. وبعد كده ياكلوا عيش وملح سوا. طبعا لازم تدافعي عنهم. شغلتك، ما أنت محامية. أكتر من كده. أنا منهم. دول أهلي وولاد حتتي. يعني تعرفي كل حاجة بتحصل في السلخانة؟ طبعا. كل حاجة. يبقى لازم تساعديني. في ايه؟ اني احفظ الكتاب ده. متشكرة قوي. هشوفك انت. ليه تاني؟ عشان تسمعيلي وتشوفيني ذاكرتي كويس ولا لا. هتعرف تلاقيه. دي شغلتك. مباحث. مع السلامة. عليك يا أستاذ. السلام عليكم. الله، أمال ماما فين يا جلجل؟ جلجل مالك؟ ما تخلصونا بقى، عاوزين نشوف أشهان. عايز ايه يا معلم؟ كلتين فول وكلت شعير وبان التبن. حاضر من عينيا. لا طلع لي قدامه بقالي ساعه وبقول للمعلمه مش هنا. امال انت واقف في المحل زي الخروف بتعمل ايه؟ الله، ما تطلع مع سعد. ما تلمسش يعني. فاكر ايه يا جماعه؟ جلجل، ما خلاص يا معلم، قلت لك انا هجيب لك بنفسي بلد فول وكلتين تبن هي كان فيها شعير. قلنا كلتين فول وكلت شعير وبان التبن. حاضر، لحظه واحده. حاضر عينيا. لو ما كنتوش عاوزين تبيعوا اقفلوها احسن، ولا فاتحينها زينه، ولا عشان ربنا مداك وتفتروا على الناس. كرهيه يا معلم. وبعدين بقى لزوم ايه الكلام ده؟ ما انا بجيب لك حاجتك اهو. اصله قليل ادب ما ترباش. ما تيجي تربينا انت بقى. ايوه ربيك وربي اهلك. اخ اثنين. كرهيه يا معلم. انت مالك مستعفى على الوقت ده؟ حالك يا حبيبتي كمان. بعيد. ايه اللي دخلك هنا؟ امشي طايفه على البيت، واياك تعاتبي المحل هنا تاني. يلا اتفضلي على البيت. يلا. تعالي هب، تعالي خدي دي، يلا على البيت.
يا ست منعمة ما بتبيعش. هقول لك بس يا ست منعمة يا راجل وريني عرض كتافك. فا مدغورة جدع انت علم لابط. ما تزعليش مني يا حبيبتي، انا وديتك المدارس علشان ابعدك عن السلخانه وكل حاجه في السلخانه، علشان ايديكي ما تتعصش دم. انا كسرت شبابي عليكي علشان اعمل منك الاستاذه نعيمه المحاميه. نعيمه انت يا حبيبتي الشمعه اللي بضلل عليها علشان ما تنطفيش. يا حبيبتي يا ماما اوعديني يا نعيمه ما تدخليش الدكانه دي تاني. أوعدك يا ماما إن أنا ما زعلكيش مني أبدا. تعرفي يا نعيمة؟ تعرفي أنا بحلم بإيه؟ بإيه يا أم نعيمة؟ بحلم أشوفك وأنت واقفة كده أهو في وسط المحكمة وبتترفعي في قضية كبيرة أوي وكل الجرانين تكتب عنك وتنشر صورتك وصورت أنا كمان. بيقولوا دي أم نعيمة أم الأستاذة أعظم أم في الدنيا. لا 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 بلاش سلطان، أنا بس أروح أتفرج معاكي أحسن. ولا أقول لك لا بلاش أروح معاكي، أروح لوحدي أحسن. لا أنا آسفة جدا. إيه يا نعيمة؟ ما دام أنت مش عايزة تدخليني المحل أنا كمان مش هدخلك المحكمة. إيه بس؟ يا ماما يا ماما مساء الخير يا جلد. مساء الخير بيه. انت مالك اعصابك بايظه كده ليه؟ انت خايف من مين يا جلد؟ انا بيه ما خافش غير من اللي خلقني. جدع يا جلد. فرع الشقاوة ها؟ اسم الله عليك يا بيه. الا قول لي يا فرع الشقاوة، انت بتشتغل تاجر مواشي؟ ولا قهواجي؟ ولا جزار؟ ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا بيه بشتغل مع المعلم زكي. والمعلم عدم المؤاخذة بقى تاجر مواشي ومعلم جزار وقهواجي. اللي قول لي بقى بيني وبينك كده بتشتغل ايه كمان؟ بيني وبينك يا بيه ما تقولش لحد انا بشتغل. يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي يا سعادة البيه. القهوة نورت، الحتة كلها نورت. منورة باصحابها يا معلم. الله يخليك، اتفضل. لا معلش، مرة تانية إن شاء الله. راحتك. السلام عليكم. السلام يا بيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الحكاية يا ده جلجل؟ ده حريات يا معلم. الجدع أبو شنب ده دافس مناخيره في كل حاجة. كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس أو بالغرامة. برافو. إيه ده؟ أنت بتقرأ؟ سمع يا أستاذ. ما أنا مش حافظ. سمع. مش حافظ. يعني إيه ما أنتش حافظ؟ وحياتك عندي مش حافظ. طب أنا زعلانة أوعى كده. يعني هنخسر بعض عشان حتة قانون؟ عشان حتة لا. لا لا سمع بصراحة. ايه ما ذاكرتش؟ ما فهمتش. ايه هو اللي ما فهمتوش؟ القانون 182 فكرني بيه كده. اللي هو بتاع مكافحة المخدرات والاتجار فيها. ماله؟ صعب قوي. عموما لازم تدرسه، هينفعك قوي خصوصا لو اتنقلت في مكان تاني غير السلخان. بس انا بحب السلخان. طيب يلا بينا احنا اتأخرنا قوي. وهشوفك امتى؟ ليه تاني؟ انت دلوقتي حفظت القانون، يعني ما انتش محتاج. ما انتي لازم تساعديني على تطبيقه. انت عايز ايه مني بالظبط يا جدع انت؟ عايز اتجوزك. يا مباحث
اصحى وفوق واعمل تحرياتك كويس واعرف انا مين. نعيمة بنت ام نعيمة. قلتي ايه؟ موافقة؟ دي قضية كبيرة قوي يا حضرة الضابط، لازم ادرسها كويس قوي وافحص المستندات والادلة بعناية جديدة واسمع شهادة الشهود والدفاع ووكيل النيابة وبعدين اصدر الحكم. يا نهار ابيض، ده انا اكون اتحلت على المعاش. اطمن، الحكم هيصدر بعد اسبوع من تاريخه. ربنا يخليك يا اعظم قاضي في الدنيا. لا لا لا، ما تحاولش تأثر على المحكمة. بالمسا يا معلمة. اهلا يا فرع الشقاوي، عايز حاجة يا جلجل؟ ايه محتاج لحاجة يا قاضي؟ تدوم المجدعة يا معلمة، انا اخر قلصة الحمد لله، بس اصل شفت الاستاذة قلت اسلم عليها لكن ما لحقتهاش. ما انت عارف الاستاذة ما تدخلش المحل ابدا. ما انا عارف طبعا، دي حتى بتنزل كل يوم العربية اللي بتوصلها بعيد عن المحل برضو. عربية ايه؟ عربية رمادي صغيرة بيسوقها جدع بشنب طويل عريض كده عليه القيمة يعني. وده جلجل. نعم هنا معلمة. انت واعل نفسك يا واد، اقعد واعل الكلام اللي انت بتقوله ولا مسطول متدهول على عيني؟ مسطول ايه يا معلمة؟ انا بقول الكلام اللي شفته بدل المرة اتنين وتلاتة واقربها دلوقتي حالا. تعرف يا واد؟ اعرف. هو مين؟ اسمه ايه؟ احمد. تصوري يا ماما ان احمد يطلع اخو سميرة صاحبتي الروح بالروح وانا ما اكتشفش الحكاية دي غير ليلة فرحها. قال حلم ولا خيال؟ والله عشت وشفت يا ابو نعيمة يا شبكة العدوين فينا. ليه يا ماما ده كله؟ ايه اللي حصل بس؟ بتقولي لي انا ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي جرالك؟ جرالك يا نعيمة، خلاص خرجتي على الضوعي؟ انا يا ماما ابدا. والجدع ده اللي انت رايحة بيا معاه قدام عينين الناس. ما هو يا ماما لو حضرتك اديتيني فرصة افهمك ايه الحكاية اكيد هتغيري رأيك. قولي ايه الحكاية؟ طب افردي وشك شوية. يا نعيمة قولي ايه الحكاية؟ يا ماما ما انا مش ممكن اتكلم وانت مكشرة بالشكل ده. يا نعيمة قولي ايه الحكاية يا ماما؟ يا ام نعيمة افرحي، احمد عاوز يتجوزك. يا مصدي؟ انت بتقولي يا مصيبتي هتجوزك؟ ايوه. هو اللي قالك كده؟ ايوه. هو عارف انت ايه وبنت مين وساكنه فين؟ الا يعرف طبعا، يعرف عني كل حاجه. ما هقول يا ماما كل المشاكل اللي بيني وبينه دي وما يعرفنيش؟ يا نعيمه يا نعيمه، احنا ناس بلدي وساكنين في السلخانه واهل حتتنا دمهم حامي وخلقهم ضيق والحال ده ما يرضيش حد ابدا. يا ماما انا بقول لك ان هو عاوز يتجوزني. انت اللي بتقولي مش هو. ابن اللي عرف ايه يتجوز بنت امها جزاره في السلخانه. اسمها نعيمة يا ماما، نعيمة خريجة حقوق بتشتغل محامية وزميلة سميرة أختي. نعيمة أحسن بنت عرفتها، وحضرتك عارفة إن أنا من صغير وإني قابلت كتير وعرفت كتير. بكرة تقابل وتعرف أحسن منها. مش عايز أعرف أحسن منها، أنا مش عايز غير نعيمة، بحبها. ومال، أنا ما عنديش مانع إنك تحبها، حبها على كيفك وبكرة تحب غيرها. يا ماما أنت مش فاهماني، أنا بحب نعيمة وعايز أتجوزها. يستحيل، أنا لا يمكن أوافق على كده أبدا. وأنا آسف يا ماما. أحمد، فكر في نفسك وفي عيلتك وفيا يا أحمد، ما تخليش الحب يعمى عينيك عن مستقبلك. جوازة زي دي مش ممكن هتنجح أبدا، لأن مفيش تكافؤ بين عيلتك وعيلتها. أحمد، فكر في ولادك لما يسألوك فين جدتنا يا بابا، مش هتقدر تقول لهم جزارة في السلخان، ولو حبوا يشوفوها مش هتقدر توديهم السلخانة. جلجل جلاجل جلاجيلو فرع الشقاوة. غاز انت قلت حاجه عادي اهزنهم؟ قلت بتبص. وانت قد الكلام ده؟ قد قد 10 زيك كمان. روح بقى هات البنت المحاميه بتاعتك وخليها تلبسنا قضيها او تحبسنا عشان خاطر. ما تجيبش سيرتها على لسانك يا كلب. يعني سيره السفيره عزيزه يا خي، ده كلهم بتيجي الحتة بعربية شكل، تكونش فاكرها بتحبك. ده انت اعرف وبرجل واحد، وبعدين انا عارف ما بتحبش غير برجلين.
مين فيكم بقى اللي ابتدى الخناقه؟ مفيش خناقه بيه، ده احنا اصحاب. انت يا زينب؟ زي ما قال لك كده بيه، هو احنا اصحاب هنتخانق ليه يعني؟ ده احنا يعني كويسين يعني. يظهر لكم عايزين تصرفونا هنا وبين. لا ده انا هقول بقى كل حاجه يا زينب. يا عم اسكت، بيقول لك حاجه ايه؟ هنخش في الفشاش فشاش التخشيبة. ولا التخشيبة تاني. زينب، ايه الشغل اللي اتخانقتوا عليه؟ بلا شغلة ولا جولة بيه. انا هقول سيبني، انا الحكايه كلها ان الجلجل زعل علشان انا قلت له ان انا شفت الجو بتاعه داخل الحته ليله امبارح بتوصيله. لا اسكت، انا مش هسيب كل حاجه لازم اقولها. يعني ايه توصيله يا زينب؟ يعني بيت متوصل، يعني بتتوصل زينب، يعني متصله بيه، يعني جايه بس جايه مع واحد غريب الحته. الله، لازم اقول كل حاجه. يا مين اللي كان بيتوصل يا جلجل؟ ما تتعبش نفسك يا مين، انا مش هقول. مش هتقول ليه؟ هيبقى ليه دي سمعه ناس. وحضرتك سيب اللي عارفين. عندك حق يا جلجل، سمعه ناس. اتفضل يا روحي. تشكر يا مين. يا مرحى، ده احنا زرنا النبي يا حضرة الظابط. الله يخليك يا فندم، أنا هدخل في الموضوع على طول وهكلم بصراحة. حضرتك طبعا سمعت عني. اسم النبي حرصك، سمعتك زي الجنيه الذهب، ظابط جدع وشريف وإيدك نظيفة زي البنوس. مش قصدي، أنا قصدي حضرتك سمعتي عني أنا ونعيمة. نعيمة قالت لي إنها قالت لي كل حاجة. ده صحيح. أنا جاي اطلب من حضرتك جيب نعيمة. اهلا وسهلا. يعني حضرتك موافقه؟ انا يا ابني موافقه على كل حاجه عايزاها بنتي وبتسعدها. ربنا يخليكي ليها، ربنا يخليكي لينا كلنا. كتر خيرك يا ابني. وحضرتك تفتكري امتى بقى نقدر نعلن الخطوبه وكتب الكتاب والفرح وكل المسائل دي؟ الوقت اللي يناسبك يا ابني. انا لو عليا اتجوز نعيمة النهارده قبل بكره. وانا طبعا مستعد انفذ كل طلبات حضرتك، وحضرتك بس تأمري. انا مش عايزه حاجه يا احمد بيه. احنا يا ابني عندنا اللي مكفينا وزياده شويه والحمد لله. لا يا فندم مش قصدي. انت قلت للست والدتك؟ ايوه قلت لها. وموافقه؟ طبعا موافقه. خلاص يا ابني، يبقى مفيش غير ان الست الوالده تشرفنا، نتفق على كل حاجه وربنا يتمم بخير. هو كده تمام. استاذن انا بقى. مع السلامه يا. الله يسلمك. أنست وشرفت. أنا مستعد أجي معاك يا أحمد. وأنا كمان حاجة معاك. أنتوا عاملين رباطية عليا ولا إيه؟ يا ماما، يا ماما مفيش رباطية ولا حاجة، إحنا عايزين نتفاهم. أحمد بيحب نعيمة يا ماما. ليه ما يتجوزهاش؟ ليه نحرمه منها؟ عشان ما تلقش بأخوكي. نعيمة حلوة وسمعتها زي الفل، محامية وشاطرة، ولو أخويا أحمد اتجوزها يبقى حظه من السما. وما قلتيش ليه إن أمها جزارة في السلخانة كمان؟ أحمد هيتجوز نعيمة، مش أمها. اسكت انت يا دكتور، دي مسألة عائلية ومالكش دعوة بيها. الدكتور حسني جوز اختي واحد من العيلة يا ماما، ورأيه يهمني ويهمنا كلنا. ماما كلنا في ناحية وانت في الناحية التانية، مش معقول نكون كلنا غلطانين وانت اللي صح لوحدك. ايوه غلطانين غلطانين، وانا يستحيل اوافق على الجوازة دي، يستحيل. ماما انا هتجوز نعيمة. تبقى لا ابني ولا اعرفك، وعمري ما هدخل لك بيت، ولا هدخل لكم بيت انتوا كمان لو دخلتوا بيته. فات على ميعادهم ساعة ولسه ما جوش. هما مش قالوا لك انهم هيجوا الساعة 6؟ ايوه يا ماما. امال ايه بقى؟ زمانهم جايين يا ماما، ما تقلقيش. Thank you.
انا نازله الدكان، ولو جم ابعتيلي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عروس؟ قديمه بقى العروسه النهارده. انت يا حبيبتي سميره يا ماما، حبيبتي وصديقتي واخت احمد. اهلا سميره، ازيك؟ الدكتور حسن جوزي يا طنط. اهلا وسهلا، اتفضل. ازاي صحتك يا احمد بيه؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا، اتفضل. احنا متاسفين قوي، اتاخرنا بس لغايه لما سميره تلبس. مش بسبب يونادي يا طنط، زحمة المواصلات في الشوارع هي السبب. عذر مقبول. على كل حال اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. فرصة سعيدة قوي يا ست منعيمة، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. صدقتيني يا نعيمة، مش قلت لك مش هسيبك غير لما ادخلك القفص زي وحصل يا ستي. هي الست الوالدة ما جاتش ليه؟ الحقيقة أصل ماما تعبانة شوية، لكن الزيارة الجاية إن شاء الله تكون خفت وهتيجي معانا. لا، سلامتها ألف سلامة. أظن مفيش مانع إن أحمد يلبس خطيبته الشك والدبلة، مش كده ولا إيه يا طنط؟ آه كده يا بنتي. تعالى مطرح يا أحمد. عقبالك يا نجية. في حياتي. روحي روحي افتحي انت، هاتي هاتي يا نجية هاتي. روحي انت افتحي الباب. اهلا وسهلا، اتفضلي. مين؟ جرجر؟ تعالى، ده انت دايما رزقك في رجليك يا واد. مدي ايدك خد كوباية شربات. شربات؟ شربات نعيمة يا جرجر. الأستاذة هتتجوز وعريسها قاعد جوه. حضرة الظابط. خد. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا جلدي، عقبالك. واقف كده ليه يا جلدي؟ ما تيجي تسلم. من فرحتها يا معلم. ده الراجل عمال ينكف فينا من يوم ما جه حتتنا، وبنقول يا رب يغور من وشنا ويتنقل اسم تاني يوم يدخل بيوتنا. مش تاخدوا رأي الراس الكبيرة في الأول؟ ما تجيبش السيرة دي، اللي فيه مكفيه. العصبية ضربة في نافوخه والعفاريت بتتنطط في عينيه. على الحكاية دي؟ هي دي حكاية، دي مصيبة. طب وبعدين؟ بتشوفوا حال. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. معلم بدرة. أهلا حضرتك الظابط. خير، عملت إيه المرة دي؟ لا كل خير. أنا مستنظر سعادتك. مستنين أنا؟ أه والله. طب اتفضل. اتفضل يا معلم. تشكر يا حظ. يا ألف نهار أبيض، يا ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا أول ما جريت قلت لازم آجي وأهلي. حاكم سعادتك غالي علينا أوي يا سعادة البي أوي، والأستاذة نعيمة مغرقانة يا سعادة البي بجمالها من راسنا لحد رجلينا. الحقيقة هي بتشكر فيك أوي كمان يا معلم. دي بتقول عليك راجل طيب.
وانت طيب وهي طيبة واحنا كلنا طيبين. ألف مبروك يا سعادة البيه. سلام عليكم. استنى. ايه دول يا معلم؟ هدية صغيرة بالمناسبة السعيدة. أصل بصراحة أنا احترت يا سعادة البيه أجيب لك إيه. قلت بقى أسيب سعادتك تتصرف. يمكن تحب تجيب حاجة كده ولا كده. بس ده كتير قوي يا معلم. ده انت سعادتك تساوي تقلك ده. تعرف يا معلم الهدية الوحيدة اللي حابلها منك ايه؟ تؤمر سعادتك. انت يا معلم رضاك عليا. ربنا يرضى علينا جميعا يا سعادة البيه. اتفضل. متشكر يا سعادة البيه. والله انا قلت لهم كده انك راجل طيب وابن ناس ولا يمكن تقبل حاجه زي دي يا سعادة البيه. هما مين اللي قلت لهم يا معلم؟ قلت يعني كده بنات افكار يا سعادة البيه. معلش يا سعادة البيه استاذن انا. ما تنساش تسلم لي عليهم يا معلم. هما مين يا سعادة البيه؟ الله بنات افكارك يا اخي. بيبوسوا ايديك يا سعادة البيه. ما خلاص بقيت مننا بقى. عندك حق يا معلم. اطلع يا اسطى. مش لزوم. أنا جاية في كلمتين وماشية على طول. طب روح أنت يا صالح. أنا جاية أطمن على صحة حضرتك. أصل أحمد بيه قال إنك تعبانة شوية وعلشان كده ما قدرتيش تحضري الخطوبة. خطوبة إيه؟ خطوبة ابنك على بنت نعيمة. أحمد ابني بيتكلم كتير. كل واحدة يقابلها يبقى عايز يتجوزها. انتوا ناس على نياتكم. احنا برضو اللي على نياتنا. طبعا ده ابني وانا عارفاه. طيب انا كنت عايزة اعرف رأي حضرتك وخلاص عرفت. اقعدي بالعافية. ام نعيمة. نعمين يا ست هانم. هتعملي ايه؟ قصدي هتتصرفي ازاي؟ والله انا حرة في بنتي. وهي هتسمع كلامك؟ شوف يا ست هانم احنا في حتتنا ما عندناش بنت تعصم ما الدور والباقي على ابن حضرتك. انا ما اعرفش في حتتكم بتعملوا ايه. وفرضي بنتك ركبت راسها وصممت. بلاش نقدر الشر قبل وقوعه. انت بتسمي جواز ابني من بنتك شر؟ في الحقيقه انا كنت مرحبه لكن بعد مقابله حضرتك اقول الشر بره وبعيد.
ام نعيمه. ايه تاني؟ يبقى سلمي لي على السلخانه. يوصل يا بنت ال الاكابر. فين طول النهار يا نعيمة؟ عشان اتعشيت بره؟ معلش يا ماما. أصل المكان اللي كنا فيه ما كانش فيه تليفون. كنت مع أحمد؟ طبعا يا ماما، أمال هكون مع مين؟ طب وبعدين يا نعيمة؟ يا ماما أحمد مش متأخر، بس أنت اللي مصممة إن والدته لازم تيجي. طب ما جاتش ليه؟ لما تخف إن شاء الله. أمه مش عيانة ومش هتيجي يا نعيمة. أيوة يا ماما، بس أنا أصلي رحت لها واتكلمت معاها، هي مش موافقة على جوازه. ماما أنت رحت لها؟ رحت لها إمتى وفين؟ وقالت لك إيه وقلت لها إيه؟ فهمتني إن أحمد ابن ناس أكابر، لكن أنت أمي جزارة من السلخانة. بالظبط. هي قالت لك كده؟ بكل صراحة وبجاحة. لكن أحمد يا ماما رأيه غير رأي أمه. أحمد بيحبني وعاوز يتجوز. يعني هيعصى امر امه ويتجوزك بدون رضاها؟ ايوه. طب وانت يا نعيمة هتعصي امره وتتجوزيه بدون رضايا؟ ليه يا ماما؟ هو يا بنتي دول لا هم من توبنا ولا احنا من توبنا، دي ناس واكله لقمتها على الجاهز، لكن احنا بناكلها بالدم. مش مهم، ما دام بنتعب وبنعرق بشرف فده ياما بيجبر الناس على احترامنا. شوفي يا نعيمة، مهما كبرت وصلت لاعلى المراكز، الناس عمرها ما هتنسى انت مين وبنت مين. يا ماما الدنيا اتغيرت، الناس دلوقتي ما بقتش تسال انا بنت مين، الناس بتسأل أنا بعمل إيه؟ الناس هم عمرهم ما هيتغيروا، وإن كنت اتعلمت كتير أنا برضو عشت في وسط الناس واتعلمت أكتر. ماما أنا بحب أحمد وهتجوزه. أرجوك يا ماما. أرجوك إيه؟ اسمعي الكلام يا نعيم، أنا كنت حاسة بالخطر اللي هيجي لي، لكن الحمد لله كانت فيا أمل. نص ساعة تأخير يبقى غرامة قبلة على الخد الأيمن. القانون بيقول كده، وإذا تكرر التأخير قبلة على الخد الأيسر، وإذا تكرر التأخير قبلة في الوسط. الله، هي نكتة دمها تقيل ولا إيه يا نعيمة؟ أنا بحبك أوي يا أحمد، وأنا بموت فيكي، وعشان كده لازم نسيب بعض. إيه؟ مش هنقدر نتجوز. لا ده لازم أجيب لك عسكري. يا شويش شويش. أحمد أرجوك تفهمني، بدون رضا أمي مش ممكن هتجوز. مش هي موافقة؟ بعد ما قابلت والدتك وعرفت منها إنها بس أنا اللي هتجوز مش أمي. أحمد ما تخليش الحب اللي بينا يعمينا عن إننا نشوف الحقيقة. هم عندهم حق، لأنهم بيفكروا بعقولهم علشان مصلحتنا مش بعواطفهم. إحنا أدرى مصلحتنا يا نعيمة، إحنا ولاد النهاردة، مستحيل نسيب امبارح يتحكم فينا. اسمعني بس يا احمد. اسمعي انت النط بالحكم، المباحث هتتجوز المحاماه بدون نيابه.
ايه رايك؟ يلا صباح ورينا الهمة. حلويتي يا بت، خمسة وخمسة في عينك. مالك بتبصلي كده ليه؟ هتاكلني ولا ايه؟ وعد الله نفسي اكلك يا صباح. باين عليك جعان قوي يا واد. قوي، هموت من الجوع يا بت. يا عيني، ما تهونش عليا كده. طب يلا بينا يا بت. يلا. قبضني الاول. عينيا. خدي. ايه دول؟ 26 صاغ. حلوين ها؟ حلوين علشانك. خد. الكلام ده كان زمان. انا دلوقتي بقيت حاجة تانية. هو شغل عافية يا جلجل. طب المطلوب كام؟ علشان خاطرك انت؟ عشان خاطر انا. 5 جنيه بس. 5 جنيه مصححين؟ خسارة فيها يا جلجل. طب ده غيرك بيديني 10 و20. لا هو مش خسارة بس. طب اقول لك، خدي دول والباقي بكرة. اصبر بقى انت لبكرة. ما انا مش قادر. ما انا عارف انك مش قادر. طب يا لهوي يا جدعان، ده انت تطلعتي لغط. اسمع يا جلجل، ما تروح للمعلم وتاخد منه ال5 جنيه. يوه مش هيرضى، ده نيتن. مش هيرضى ليه؟ انت مش راجل ولا ايه؟ ده انا راجل ونص يا صبوح. كده؟ طب روح له بقى، خد منه ال5 جنيه وهترجع تلاقيني مستنياك هنا. بس ما تغيبش. هغيب. مش تعد الفلوس قبل ما تشيلها يا معلم. هعد وراك برضو. الدرق انا ده، احنا معلمين زي بعض. وانت هتستلم البضاعة يا معلم؟ الصبحية العجوز هيدفن البضاعة، والعصرية هتجيبوا الميت وتدفنوه وتشيلوا البضاعة زي كل مرة. واجب يا معلم. اللي بيخبط مش غريب وبيدي الإشارة، يمكن يكون الراس الكبير. قوم افتح يا واجب معلم.
ولا ايه؟ طابور من قدامي يا راجل. انت اللي نطع وستين نطع كمان. بتضربنا انا ذكي وهقتلك كمان. تقتلني؟ طيب هنشوف مين فينا المعلم يا ذكي. هنشوف مين المعلم. يخسى عليك، كان زي القطة المغمضة خدتك وربيتك وخليتك بني آدم ودلوقتي جاي تتبجح هي. طيب هنشوف معلمتي ولا معلمتك يا معلم. نعم يا فرع الشقاوة. المعلم عايز العباية، أصل الدنيا بردت حبتين. يا جلال ما يقومش يسحب اهرج الكلب. ابعد من هنا. يلا يلا يا جلال يسحب يا كلب. انا المعلم زكي، انا المعلم زكي، انا المعلم زكي. Thank you.
مشي ايدك يا واد انت وهو. هنقعد طول الليل في جمال واحد ولا ايه؟ لحد مننا مين؟ ابو نعيم. ايه اللي جايبك هنا يا معلمة؟ قلبي يا زكي. قلبك؟ قلبي قال لي كفاية كده، نفض الشغلانة المهببة دي. ايه؟ نفض الشغلانة المهببة دي. دي؟ دي العملية اتوسعت يا معلمة وبين عالي العال. هي كلمة، هندي لكل واحد حقه وزيادة شوية. خد يا زين، خد. وانت يا عنبة، وانت عتلاوي، وانت يا رمضان، خد خد خد. والباقي علشانك يا معلم زكي. بعد النهارده مش عايز اشوف وش حد فيكم. خلاص قفلنا باب السرك قبل ما يفتحوا لنا باب السجن يا معلمه. احنا مانيش معلمه خلاص. من هنا ورايح انا منعيمه، ام الاستاذه، ام المحاميه، مرات احمد بيه ضابط المباحث. مين لسه بره؟ مين؟ انا جلجل يا معلم. مين؟ جلجل. افتح يا معلم. عايز ايه يا انا جاي استسمعك وابوس على راسك واشتغل مع الرجاله يا معلم. سماح بقى يا معلم. منعيمة، خد يا جلجل، خد لك كم كيس من دول، نصيبك في الترك. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ده كنت اجدع واحد فيهم يا فرع الشقاوي. انت بتعملي ايه هنا دلوقتي يا ام نعيمه؟ جريه انت وراك ايه يا؟ الله مش فاهمني يا في ايه وراك؟ ام نعيمه هي المعلمه بتاعتنا كلنا يا. يا نهار اسود. هي الراس الكبير. ام نعيمه هي راسك الكبيرة؟ ونفض المولي ده جاي. لا لا منعيمة، لا لا لا، ما تخش ما تخش ما تخش. أم نعيمة. أهلا بحضرة الضابط. أنت بتعملي إيه هنا؟ دي المعلمة صاحبة الزريبة يا بيه. أهلا يا حضرة الظابط. هي الراس الكبيرة بتاعتنا كلنا، وهي صاحبة البضاعة دي كلها. لكن أنت مسؤول عن كل اللي بيحصل في الزريبة. وأنا كمان يا حضرة الظابط. أنتِ؟ أنتِ إيه اللي جابك هنا؟ جيت أصفي الحساب وأتوب. ما لحقتش. أنت سبقتني. يا كوزبيت انا بريء يا سعاده البيت. هي المعلمه واحنا كلنا صبيانها. اذبح يا زكي يا ادره، يذبح زكي يا ادره، اصلغ يا زكي يا ادره، يصلغ زكي يا ادره، طلع يا زكي يا ادره، يطلع زكي يا ادره. Thank you.
متلبس هو كل الرجال. متلبس؟ ايوه، ومسكوها هي كمان معاهم. هي مين دي؟ امك. امي؟ ايوه. انت بتقول ايه يا جلجل؟ انت اتجننت؟ لا، طلع عليها رئيسة العصابة وكلنا بنشتغل معاها. ارخص ارخص يا كلب. انا مش كلب. برا برا. بلاش انت تقولي لي كده يا نعيمة، اجري الحقيقة قبل ما تاخد لها تأبيبة. مين اللي عمل فيك كده؟ وايه الكلام اللي بيقوله جلجل ده؟ هيعملوا ايه دول؟ انا متاسف يا عيني، مضطر افتش البيت. وامي؟ امي فين؟ في النقطة. تقدري تقابليها لو عايزة. المعلم زكي إجرة الله يرحمه هو اللي قال لنا على الشغلانه دي. بيه المعلمه ما نعرفش عنها حاجه. ماما ماما ماما، مش ممكن مش ممكن. وبعدين يا ست انتوا هي. ارجوك ارجوك اديه فرصه. اللي جابك يا نعيمة؟ ما كانش لازم تيجي يا دنايا. ازاي ياما؟ انا مش هسيبك ولا دقيقة واحدة لحد ما ترجعي بيتك. يا نعيمة انت مالكيش دعوة بالحكايات ده، هم وحيطول يا بنتي. فكري انت في روحك ومستقبلك يا نعيمة. انت روحي يا ماما، انت مستقبلي. انا ماليش اي قيمة في الدنيا من غيرك يا ماما. ده انت امي واعظم ام في الدنيا. كتر خيرك يا بنتي. انت تعبت كتير قوي علشان يا ام نعيمة، ولازم تستريحي. ايوه لازم يا حضرتك. وكيل النيابة، المتهم الاول في قضية المخدرات دي انا. نعيمة، امي حبت تمحي الشبهة عني فاتهمت نفسها. نعيمة صدقني. نعيمة انت جنتي، ما تصدقهاش، كلامها كله كذب. طمني حضرة الضابط، انا مش هدي لك فرصه انك تنتقم من امي ابدا ابدا. نعيمه انت فاهمه غلط. لا نعيمه، لا يا بنتي ما توديش نفسك في داهيه. لا حرام عليك. صدقني. لا 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 نعيمه نعيمه، انا يا بنتي غلطانه. انا مشيت في سكه الغلط من زمان، انا استاهل كل اللي يجرالي. نعيمه ابعدي عن سكتي يا بنتي. قولي انك ما تعرفينيش، قولي ان انا مش امك. خير وان شاء الله هتقدر تحضر الجلسه. المهم انت يا نعيم، مش معقوله هتفضلي مصممه على موقفك ده. انت محاميه وعارفه نتيجه اعترافك ده ايه. نعيمه فكري في نفسك وفي مستقبلك، قولي الحقيقه، قولي انك مالكيش اي علاقه بالعصابه دي. انا ما اسمحلكيش انك تهدمي حياتنا ومستقبلنا بالشكل ده. اوعي تفتكري انك بالطريقه دي هتقدري تنقذي امك، الادله كلها ضدها. الشاهد. الشاهد بحكم عمله مباحث، كنت تعرف ناس من اهل الحي؟ طبعا طبعا.
كنت تعرف ام نعيمه؟ ايوه. اي نوع من المعرفه؟ كنت خاطب بنتها. يعني كنت ناوي تتجوزها؟ امال يعني كنت خاطبها ليه؟ مش جايز الخطوبه دي، كانت جزء من خطتك للايقاع بام نعيمه والقبض عليها. الكلام ده مش صحيح. انا كنت خاطب بنتها لاني كنت بحبها، كنت عايز اتجوزها، ولغايه دلوقتي ورغم كل اللي حصل لسه عايز اتجوزها. يا نعيمه، بعد سماعك للشهود اللي اجمعوا على براءتي لسه برضه مصره على اعترافاتك؟ ايوه. الدفاع له تعليق. جميل أن نرى هذه المشاعر الإنسانية النبيلة وهذا الوفاء النادر. الابنة تضحي من أجل أمها. يا حضرات المستشارين، يحاول الدفاع أن يخلع عن المتهمة نعيمة بطولة زائفة وأن يجعل منها مثالا للوفاء والتضحية، ولكن هيهات يا حضرات المستشارين، إن اعتراف المتهمة هو سيد الأدلة. لقد ثبت لهيئة المحكمة ومن خلال شهادة الشهود وتحريات المباحث أن نعيمة لم تكن يوما مصدرا للشبهات، وعدم وجودها مع المتهمين لحظة القبض عليهم متلبسين يؤكد عدم اشتراكها معهم. فما الذي يدفعها إذن إلى هذا الاعتراف؟ لقد أرادت هذه الابنة أن ترد الجميلة لأمها التي ربتها، ولو كانت أم نعيمة تنطق لصرخت بأعلى صوتها إن نعيمة بريئة بريئة. نعمة محامية، وهي تعلم جيدا من خلال دراستها للقانون العقوبات المشددة التي ستوقع عليها. فلندخل إذن وفورا إلى لب القضية. لقد أصبح لدينا متهمتان، إحداهما بالتلبس والأخرى بالاعتراف، وإن النيابة تطالب بتطبيق المادة 33 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهمتين بالأشغال الشاقة المؤبدة. لا أمي، لا، أنا المسؤولة. يا سيادة يا قاضي، اسمح لي أسأل المتهمة. أنت قلتي إنك مسؤولة عن المخدرات اللي ظبطناها وإنك المعلمة الكبيرة. أيوه. وطبعا المعلمة الكبيرة لازم تبقى عارفة اسم التاجر اللي اتفقت معاه على صفقة المخدرات. وطبعا لازم تكون عارفة كمان خط سير الجمال اللي شايل البضاعة بتاعتها، وتعرف هتوزعها ازاي ولمين. احكي لنا بقى يا معلمة، قول لنا التفاصيل اللي تثبت مسؤوليتك عن اللي حصل. جاوبي على الأسئلة دي يا معلمة. يا حضرات المستشارين، صمت المتهمة وارتباكها يؤكد برأيتها، والرأي لكم، وشكرا. عاوزة تقولي حاجة يا نعيمة؟ بعد إذن المحكمة. تفضلي. حضرات المستشارين، تعالت أصوات الجميع تطالب ببراءتي، ولم تجد أم نعيمة صوتا واحدا يطالب ببراءتها. تسابق الكل في جمع الأدلة التي تثبت أنني بريئة، ولم يتركوا لأم نعيمة دليلا واحدا. حاول الجميع إبراز الجوانب المشرقة في حياتي، وتركوا أم نعيمة وحيدة في الظلام. فاسمحوا لي أن أكون لسان أمي الذي أصابه الشلل فأصبح عاجزا حتى عن الدفاع عن نفسه. اسمحوا لي يا حضرات المستشارين أن أحكي قصة أمي، تلك المرأة
التي ضحت بالكثير من أجل ابنتها، ورغم جهلها كافحت من أجل أن تعلمها وصمدت بجانبها طوال المشوار، حتى جاءها الشيطان زكي إدرا مستغلا جهلها وزين لها طريق الكسب الحرام فأخطأت. نعم لقد أخطأت، ولكن من منا لا يخطئ؟ ها هي الآن أمامكم امرأة محطمة تطلب منكم الرحمة، فهل تجد في قلوبكم تلك الرحمة؟ حضرات المستشارين، إذا كان لابد أن يوقع عليها العقاب فأنا أمامكم، أنا فداء لأمي، أنا فداء لأمي، أنا فداء لأمي. نسمع كلامك يا أم نعيمة. أم نعيمة، إيه رأيك في الكلام اللي سمعتيه؟ أنت المتهمة ولا بنتك؟ رد عليا بالإشارة، هنحاول نفهم. رد عليا يا أم نعيمة. ماما رد علي. باية في حياتك؟ لا لا يا حبيبي.